عنق الأحلام يا أمل شارك. سور العفية بكل شيء فيها من جمال، لا صوت فيها إلا المحبة. العيقة حكاية أخرى التي تحتضن نادي الطليعة. قدم لنا هذا النادي نجوم أمثال يعقوب ربيع، حديد نصيب، محمد راشد العلوي، ومبارك خميس وآخرون. على إطلالة منارة العيقة الشاهقة نبدأ هذه القصة ورواية جديدة من برنامج رحلة الإكوادور. من أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصيد نعبر؟ عندما نتحدث عن هذه الموهبة يعجز اللسان عن الوصف ويتنحى القلم عن السطر. عبد العزيز حديد العلوي عنوان لموهبة تميزت عن البقية، ابن صور العفية، لاعب الوسط المتميز والذي اشتهر بالسرعة واللياقة البدنية العالية والتي بدورها ساهمت في قوة حديد في مركز الوسط. عندما نبحر أكثر في مميزات حديد لا بد أن نتوقف عند مراوغاته الشهيرة والتي كان يخترق بها خطوط الفرق المنافسة. وقد مثل عبد العزيز نادي صور وشارك معهم في بطولة مجلس التعاون الخليجي عام 97، والتحق حديد أيضا بنادي الطليعة وحقق بطولة دوري الدرجة الثانية. وأما على الصعيد الشخصي فقد حقق لقب الهداف في دوري الدرجة الثانية لمرتين، ولكن يبقى الإنجاز الأعظم هو تمثيل المنتخب وحصولهما على المركز الرابع في مونديال الإكوادور، حيث كان حديد من أبرز العناصر التي ساهمت في هذا الإنجاز. عبد العزيز حديد عنواننا لموهبة تميزت عن البقية. صور معروفة عنها كرة القدم في كل الأماكن، أنت أيضا كلاعب منتخب ولاعب لمجموعة أندية، بداياتك كيف كانت؟ ونحن نعرف أيضا صور فيها الكثير من تحصل وين ما رحت ناس بيلعبوا كرة، وأنت أيضا تأثرت مثل ما نعرف بالوالد. خلينا نعرف بدايتك قبل النادي كيف كانت ومع استمرارية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدايتي في الحوائر في الساحل، احنا نسميه الساحل، بحر على البحر على الشاطئ. وبعدين ذهبت الى نادي الطليعة المراحل السنية، مراحل كان في دور الاشبال ودور الناشئين، ومن ثم انتقلت الى الاولمبي الى الفريق الاول نادي الطليعة. تكلمت عن ايضا نادي الطليعة، برغبتك وصلت الى نادي الطليعة ولا لا قربه من المنطقة؟ والله في الحالتين، يعني كون غرب من المنطقة وساكن قرب النادي. حبيت انك تكون من الناس اللي قدموا انجاز لهذا النادي، قدمت مجموعة كبيرة من المباريات وكنت من الاسماء الذهبية لنادي الطليعة، حتى هذا اليوم ما يريدوا يستغنوا عنك كإداري كمدرب، المهم يكون عبد العزيز حديد موجود. ايش هي ابرز الانجازات اللي قدمتها لنادي الطليعة؟ الحمد لله رب العالمين. اول شيء لعبت في النادي وانا صغير، والانجازات طبعا صعود نادي الطليعة من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى، فضل ان احنا حصلنا نادي الطليعة 17 سنة طبعا في الدرجة الثالثة. والانجاز الكبير اللي هو ان قدرنا نصعد النادي من مرحله الى مرحله افضل، يعني فدوري عمان موبايل. جميل. ايضا بعد نادي الطليعه لعبت لنادي اخر وكنت مساهم في وصول هذا النادي الى مراحل متقدمه وهو نادي الوحده،
كلمنا عن نادي الوحدة والمباراة اللي سجلت فيها أمام نادي قرية. طبعا بعد ما سنة 2012 تقريبا طلبنا المدرب سالم عزان تلعب معي في نادي الوحدة، ونادي الوحدة فريق جيد وشباب ممتازين، لعبت عندهم في الدرجة الثالثة. طبعا كان اسم الدرجة الثالثة، صعدنا الفريق إلى المرحلة الثانية يعني الدرجة الثانية، وهذا الإنجاز اللي حققته مع نادي الوحدة. يعني سجلت في مباراة الأخيرة اللي عند أغليات 1-0. خلصنا من الأندية، خلينا نروح المنتخبات. والدك ما شاء الله لاعب بيعرف أجواء المباريات وأجواء أيضا المنتخبات بشكل عام. استدعاك المنتخب في 91 وفي 92 بس ما رحت، رحت في 93. هذا الرفض كان منك ولا من حد؟ والله رفض لك. ف 91 أيام دور المدارس، نلعب دور المدارس. 92 دور المدارس اكتشفني المدربين اللي موجودين كانوا في حاضرين البطولة، اكتشفني المدرب سجلني من ضمن الناس المختارين لقائمة المنتخب الناشئين. بس جيت البيت هنا، طبعا الوالد قال لا ما تروح، انت بعدك تدرس وصغير وكذا، وانتظر. انتظرت سنة 91 و92 و93، تم استدعائي نفس الشيء من قبل المدرب عبد الرحيم الحجري، وخلاص قلت للوالد هنا خلاص عاد اعطيني مجال ان اخذ راحتي في الكوره، اني حاب الكوره. وسبحان الله استمريت مع المنتخب. لعبت في 93، رحت مع المنتخب مباشره في مباراه من المباريات المميزه، وكانت مباراه العبور الى الاكوادور امام البحرين في تصفيات المؤهله الى كاس العالم اللي قامت في الدوحه. طبعا اخر مباراه الثالث والرابع اللي يفوز بيننا يصعد طبعا الى كاس العالم في الاكوادور. لعبنا مع البحرين فزنا عليهم 2-0. حطيت الهدف الثاني في المباراه وتاهلنا الى كاس العالم، والحمد لله رب العالمين. هذا افضل مباراه لعبتها، والهدف اللي سجلته اعتبر من افضل الاهداف في حياتي يعني وني مسيرة الكروية. وصلت إلى الإكوادور، كانت فترة عصيبة مفرحة محزنة فيها أشياء كثيرة. خلينا نتكلم عن المؤتمر الصحفي اللي كان هناك في الأكوادور. بعد ذلك لقاكم المدرب حزين يبكي، إيش كانت السالفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول ما وصلنا الأكوادور طبعا في مؤتمرات صحفية حق الفرق الواصلة، الفرق المجموعات، وطبعا من ضمن المعسكر المدرب ومسؤول الفريق والمدير الفريق يكونوا موجودين في المؤتمر. بعد المؤتمر طبعا جاء المدرب حزين، اجتمع فينا وحزين، تعالوا يا شباب اريدكم اكلمكم، واني عندي كلمتين بقولهن والباقي عليكم، على الله وعليكم يعني. أتكلم المدرب جورج، قال الجماعة هناك في المؤتمر المنتخب العماني بيكون عبور عبور مشاة أو محطة قصر عبور لكل استراحة الفرق. طبعا الشباب تضايق وكان يتكلم بعصبية ويبكي ومتعصب لهذا الكلام. بس طبعا الشباب نفس الشيء ما ردت الفعل، ما عجبتهم للناس في المؤتمر، وقالوا ان شاء الله. وبعد طبعا بعد ما راح تكلم بحراره وشفافيه، يقول اعتبروني مثلكم عماني، وكوني عايش في عمان يمكن اكثر عن 10 سنوات.
كون كان خبير فني في قبل ان يصير مدرب. بعد ما خلص الاجتماع اجتمعنا كابتن الفريق كابتن خالد رواس، جلس يكلمنا شباب الكلام اللي قاله ترى كلام كبير ولازم احنا نعطي قد الثقه، وحنا جايين هنا مثل سلطنه عمان، مثل المنتخب العماني في هذا المحفل. بس الشباب اتفقوا انهم يكونوا قد المسؤوليه، احنا جايين اصلا قد المسؤوليه، بس تعرف الوضع روحك انت يمكن واحد يكلمك بحراره ويغار على بلادك، هو اللي هو اجنبي يغار على بلادك انت. هذه الغيره دخلت في نفوسنا وما رضينا ان مدرب اجنبي من دوله ثانيه ومن مكان ثاني ان يتكلم بهذه الشفافيه. وحن كذا خلاص الشباب عزموا الامر ان يا شباب ان البطوله بطولتنا، لا كلام البطوله بطولتنا ان شاء الله نوصل نوصل. بس مثل ما شفتوا طبعا الفريق من البدايه وحن للنهايه، وحن عند الكلام اللي تكلمنا فيه في البدايه كلام الكابتن جورج سميث وكلام الكابتن خالد وضاح وكلام الشيخ خليل خليلي جزاه الله خير. فعلا يمكن الناس اللي ما في ناس ما يعرفوا يقهلوا انه كره القدم داخل الملعب وخارج الملعب، اذا صح التعبير ضغوطات نفسيه وحرب نفسيه، وهذا كان حرب نفسيه وانتم ايضا تغلبتوا عليه من خلال هذا التجمع الكبير، وتحديتوا انفسكم قبل كل شيء، وانكم توصلوا للعالم انه هنا عمان في الاكوادور. كنت لاعب اساسي يعني اسم خلاص يقولوا خلاص حد عزوز حديد مضمون اساسي. في فتره صار كذا المدرب ها عزوز مره يلعب مره يدخل الشوط ثاني، كيف ممكن المدرب فقد الثقه في عبد العزيز حديد وكيف اثبت نفسك بعدين؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا الفريق ماشيين 22 لاعب و22 لاعب كلنا مكملين لبعض، واللاعب افضل عن اللاعب، يعني كلنا في مستوى واحد، كلنا في مستوى واحد. وتفرق هناك المدرب يختار التشكيله، لازم يلعب 11 لاعب اللي هم التشكيله الاساسيه 11، ما يلعبوا 20 او 30 او 40 في كره القدم 11. بس سبحان الله اختيارات المدرب صبت ان عبد العزيز حديد يريح في هذه المباراه يمكن يفيدني في الشوط الثاني وكذا. يعني خالد الرواس يقول انا سالته قلنا له نحن نعرف كابتن عبد العزيز على مستوى الملعب، خارج الملعب كيف؟ يقول لي ملتزم ومشاغب في الملعب. الحمد لله رب العالمين. طبعا هذه صفه الاحترام، هذه التربيه من والدي واهلي ربوني على الاخلاق الطيبه والحميده، ان اكون احترم الناس واحترم الناس الامامي سواء في الملعب ولا خارج الملعب اكون محترم. وداخل الملعب طبعا لازم تعرف نفسك انك انت تلعب لاجل الفريق لاجل عالم السلطنه، كانك لبست فريق المنتخب العماني خلاص هني لا غبار. اكتر نفسي اني العب اظهر انني لاعب، اظهر للناس انني ضد المسؤوليه. لعبت تقريبا كل المباريات الا مباراه واحده، مجموعتنا كانت كندا والبرازيل والمانيا، لعبت في مباراه كندا الشوط الثاني، مباراه البرازيل تعادلنا مع البرازيل، فزنا على كندا 3-0 وفزنا على تعادلنا مع البرازيل. مع البرازيل ما لعبت لان كان المباراه كانت الشباب ادل عليهم ما شاء الله، ما اذا لعب الثاني اخاف يكون هي قراءة مدرب. المباراة الثالثة مع المانيا لعبت الشوط الثاني والحمد لله رب العالمين قدرنا ان نفوز عليهم 3-0 وصعدتوا وصعدنا الى الدور الثاني. اقوى مباراة يحس انه عبد العزيز قدم فيها عطاء كبير؟ طبعا ما لعبنا من ما تأهل الدور الثمانية لعبنا مع المنتخب النيجيري اللي هو حامل اللقب واقوى فريق طبعا في البطولة. مسكنا المدرب جورج عبد العزيز اليوم بتلعب اساسي، قلت له نقدم المسؤولية وبلعب اساسي ان شاء الله.
طبعا كان تغي مبارك حصول على كارتين صفر وتوقف. جلس عندي يمكن تقريبا ساعة في التمرين ويكلمني انت لاعب اساسي وانت لاعب زين، يعني تحفيز من المدرب. قلت ان شاء الله اكون قد المسؤولية، وسبحان الله لعبنا المباراة وفزنا على المنتخب النيجيري، واحس هذه المباراة افضل مباراة لعبتها يعني في البطولة كامل، يعني في مسيرتي الكروية مع المنتخب العماني منتخب الناشئ. في الطرف الاخر ايش هي اسوأ مباراة حسيت انك كنت تقدر تعطي بس ما قدرت في كأس العالم في الإكوادور؟ في أسوأ، مش أسوأ مباراة، لعبنا مع المنتخب الغاني. طبعا المنتخب الغاني فريق متمرس في البطولات هذه الكأس العالم، وفريق كان ند الغوي بصراحة، فاز على الأرجنتين، فاز على فازوا علينا 3 بصراحة. الشباب أدوا اللي عليهم، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل، وخسرنا 3-1 في هذه المباراة. في الجميل في مشاركتكم طبعا بعد حصولكم على المركز الرابع، كان في كل مباراة لازم تاخذوا جائزة. الحمد لله رب العالمين، طبعا هذا مجهود الجميع وتميز الشباب في جميع المباريات. كنا الفريق المنظم، الفريق الخلوق داخل الملعب وخارج الملعب، وقدرنا ان نسوي هذا الشيء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومجهود الشباب. طبعا صراحه اجتهادات فرديه، كانوا الشباب عند قد المسؤوليه، امثال خالد الرواس، كابتن خالد الرواس طبعا، والنجم الكبير محمد عامر اللي حصل افضل لاعب في العالم وهداف الثاني في العالم، وعندنا اللاعب طغي مبارك اللاعب المميز واللاعب وعندنا اللاعب المشاكس طبعا مجدي الشعبان. انتوا كلكم نجوم كنتوا، هذا كانوا مميزين وحصلوا على افضل لاعب في المباراه، وكابتن خالد الرواس، وكلكم كنتوا نجوم تعملوا كمجموعه واحده، وهذا الشيء اللي نحن نتكلم عن داخل الملعب، هذا الشيء اللي يعني ممكن وصلكم الى مراحل متقدمه لما الفريق يلعب بيروح واحد بمجموعه واحده، هذا داخل الملعب. خارج الملعب كيف كانت الاجواء في المعسكرات؟ الحمد لله رب العالمين، خارج الملعب وداخل الملعب، الفريق هذا متاسس كلنا كتله واحده وكنا متحابين ومع بعض في كل الفترات، في فترات الخروجنا الى خارج المنطقه، دخولنا داخل الملعب كنا مع بعض، كنا متحابين متالفين، نبض واحد مثل ما يقولوا الحين، نبض واحد. تتذكر لحظات الاكوادور كلها؟ والله احد الحين مر عليها 23 سنه 24 سنه ايش بتذكر؟ بس في لحظات ما تنسي. في لحظات ما تنسي، اكيد لحظات ما تنسي. الحين متابع اخبار زملائك؟ والله الفريق احنا متواصلين، مسوين عاملين الحين في الوسائل التواصل الاجتماعي، عاملين جروب. والحمد لله رب العالمين، فضل الله سبحانه وتعالى والشيخ خليل الخليلي قدر ان يجمعنا، دائما يعني نكون بعد 3 شهور 4 شهور نتجمع في منطقه، اليوم مثلا في صور، بكره في اليوم الثاني في غريات، في صلاله، في نزوه وكذا، يعني في مزغط، والحمد لله رب العالمين. نهايه المشوار كاس العالم كانت حسره، وفي نفس الوقت قدمتوا مركز مميز للسلطنة لأول مرة وكانت لآخر مرة، إلى الآن ما حد وصل لهذا المكان. سبحان الله تعالى، الأجيال تتفاوت من جيل لجيل. الجيل نقول الجيل الذهبي، الجيل الإكوادور الجيل الذهبي، في مخيرة اللعيبة من أحسن الشباب ما شاء الله عليهم، وسبحان الله وانتهى المشوار. وانتهى المشوار.
حياكم الله مشاهدينا الكرام في موقع آخر ورواية أخرى من روايات حكاية ورحلة الإكوادور من هنا من منارة العيجة المطلة على جماليات ولاية صور. كابتن عبد العزيز حديد، بعد مرحلة الإكوادور ومشاركتك مع منتخب الإكوادور للناشئين تدرجت مع الشباب وصولا إلى الفريق الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد خروجنا من كأس العالم للناشئين لعبنا تصفيات كأس العالم للشباب طبعا ونفس الفريق طبعا، بس سبحان الله ما حالفنا الحظ خرجنا من التصفيات الأولى، ما قدرنا نكمل المشوار مشوار منتخب الناشئين. وبعدين على طول انضميت الفريق الأول طبعا، الكابتن محمود الجوهري ضمني إلى الفريق الأول كأس خليج 13 اللي في عمان، واستمريت معاهم لتصفيات كأس العالم 98 في تصفيات كأس العالم في فرنسا. هذه معك كانت مع الفريق الأول؟ مع الفريق الأول. مع الفريق الأول، وانتهى مشوارك مع الفريق الأول في عام 2000؟ انتهى مشواري مع الفريق الأول في عام 2000 بعد ما جه متشلة طبعا تغير الوضع. ونفس الشيء وصل جيل جديد آخر مع النادي، متى توقفت؟ مع النادي لعبت في النادي من 90 تقريبا، انا في المراحل السنيه في الشباب الناشئين الاولمبي الى 2012 2013. ما شاء الله قريب. ايه الى 2013 كنت موجود في النادي. يعني اذا انت الان تمارس كوره بشكل يومي؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا الكوره هذا شعاري الرسمي مثل ما يقولوا، يعني في الجدول اليومي، في الجدول اليومي الكوره والرياضه بشكل يومي امارسها وبشكل طبيعي. يعني هنا ايضا هذه المنطقه تعني لك الكثير، وانت لك مجموعه معينه تشاركهم اللعب ولا من مباراه الى مباراه؟ طبعا منطقه العيجة هذه تختلف عن المناطق الثانيه، طبعا منطقه صغيره وطلعنا فيها وكبرنا فيها وطلعنا منها، يعني ان اكون في مستوى المنتخبات الوطنيه منطقة العيجة وبالأخص نادي الطليعة يعني اللي يتواجد في منطقة العيجة. اليوم أنت قريب أيضا من نادي الطليعة؟ الحمد لله لازم نكون قريب، لأن نادينا وأبنائنا وأخواننا كلهم موجودين ولازم نكون قريبين منهم، لأن النادي عريق نادي الطليعة. ممكن نشوفك مدرب يعني؟ ممكن إن شاء الله قريبا إن شاء الله. إذا في أنت موجود يعني خليفتك إن شاء الله؟ طبعا كل حد يكون خليفته ابنه ولا اخوه ولا ابنه، كل شيء ابني فواز خليفتي ان شاء الله. تحس في ان شاء الله فواز للامام ان شاء الله، فواز عبد العزيز ان شاء الله. تذكر هذا الاسم يعني؟ تذكر هذا الاسم ان شاء الله، فواز عبد العزيز بيكون في الساحه الرياضيه الكره العمانيه في المنتخبات الوطنيه ان شاء الله. سعيدين بتواجدنا في ولايه صور في العيقة تحديدا، واقتربنا ايضا منك. شكرا لك. العفو لكم، حياكم الله في العيقة واهل العيقة يرحبوا بكم ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام هذه كانت قصة من قصص الجمال هنا في ولاية صور. وصلنا الى النجم عبد العزيز حديد، وهناك ايضا تفاصيل مختلفة وقصص عن رحلة الإكوادور، فاهلا وسهلا ومرحبا في حكايات اخرى. عانق الاحلام يا امل شارد وارفع الاعلام والزمن سابق، عانق الاحلام يا امل شارد وارفع الاعلام والزمن سابق، منتخبنا دوم دوم غالب دوم، منتخبنا دوم دوم غالب دوم، خصمك المهزوم وانت اللي سابق، عانق الاحلام تروح
قبل ما يحمى يا العماني روح هاجم المرمى سيح خصمك روح قبل ما يحمى علي راياتك بانتصاراتك علي راياتك بانتصاراتك فرصتك جاتك الشبك عارك عنق الأحلام يا أمل شارك شارك وارفع الأعلام والزمن سابق عنق الأحلام